ازاي تعرفي ان جوزك بيخونك؟ اول حاجه لقيتيه بدا يهتم بنفسه زياده عن اللزوم وهو ما كانش كده، بدا يهتم بريحته زياده عن اللزوم وهو ما كانش كده، بقى بيغسل سنانه وبقى نظيف في نفسه وهو ما كانش كده. نحط تحت وهو ما كانش كده 50 خط. الاهتمام المفاجئ معناه انه في حاجه جديده في حياته، والحاجه الجديده دي هو بيحاول يبهرها. قاعدين كده مع بعض فجاه لقيتيه بيبتسم في النص، اعرف ان هو افتكر حاجه هي قالتها له. كل ما تيجي تمسكي التليفون بتاعه بيتكهرب، بقى فجأة شخص فرفوش وحابب الحياة ومتقبلك ومتقبل أي كلام جديد انت بتقوله له، بعكس زمان كان بيتعصب من أقل حاجة. هو هنا بيحب جديد، لأن اللي بيحب جديد بيبقى طاير، فبيبقى مبسوط مع كل اللي حواليه. أو العكس على فكرة، هو كان كويس معاكي فجأة مش مستحمل الكلمة وبيتعصب من اقل حاجه. اعرفي ان برضو في حاجه جديده في حياته. كل كام شهر طالع لك بسفريه، انا مسافر 3 ايام مع اصحابي، رايحين مؤتمر، رايحين مش عارف ايه تبع الشغل. لا ركزي هو بيروح فين، وانت عارفه مصادر دخله وعارفه هو معاه قد ايه فلوس. لو لقيت الفلوس بتنقص شويه، اعرف ان في واحده تانية هو بيصرف عليها حضرتك. لو لقيتي على السوشيال ميديا هو كان عامل فولو البنات كتير وانتي مش مركزه، بقى سايباه بقى يعيش براحته، فجاه البنات دي ما بقتش موجوده. هنا هي طلبت منه يمسح كل البنات اللي عنده، عامل باسورد للواتساب ولكل ابلكيشن. خدي بالك مش لازم يكونوا بيتكلموا في التليفون، في وسائل تانية وينفع يتكلموا عليها زي الفيس تايم، واتساب، تليجرام، في مليون حاجه. فانت بقى عليكي تراقبي كل ده. الاهم بقى من كل اللي فات، لو انت شاكه يبقى انت شاكك في محله، لا مش شكة يبقى خلاص هو في الأمان.